واحد بيقول يوجد في العهد القديم العين بالعين والسن بالسن، ويوجد في العهد الجديد قول المسيح من لطمك على خدك حول له الاخر. فهل السيد المسيح جاء لتعديل الناموس ام لتكميله؟ وفي الحقيقة كلمة عين بعين وسن بسن كانت شريعة للقضاء وليست للمعاملة الشخصية. يعني أمام القاضي يحكم عين بعين وسن بسن ونفس بنفس إلى آخره، لكن مش معناها أن لازم الواحد ياخد طاره، بدليل أن في العهد القديم يوسف الصديق اخواته باعوه كعبد ورموه في البير وعملوا فيه البدع، ومع ذلك اكرمهم واهتم بيهم وقال لهم انتم اردتم به شرا لكن الله اراد خيرا. فيعني ما تاخدش عين بعين وسن بسن ان كانت امر ان الواحد عين بعين وسن بسن، لا، فكان القاضي لما يحكم بها. ومع ذلك كما قلت في محاضرة اخرى ان العهد القديم، ان العهد الجديد بما فيه من عمل النعمة في الانسان، بما فيه من عمل الروح القدس في الانسان، بما فيه من زوال العصر الوثني وعبادة الأصنام وتعدد الآلهة، الجو غير الجو، فارتقى الناس درجة عن العهد القديم لأن الإمكانيات أصبحت أكثر وعمل ربنا فيهم أكثر.